طبعا النهارده كان في مسحه للاعبي نادي الزمالك طبعا الفريق اللي قدامه منسحب زي ما احنا عارفين لكن آه كان في مسحه النتيجه بفضل الله سلبيه للجميع ما عدا اثنين واثنين مهمين طارق حامد ومحمود علاء مع الاسف الاثنين طلعت ايضا العينه ايجابيه وزي ما بقول وبكرر مره تانية انه كتير جدا من اللاعبين والناس كلها بشكل عام بيبقى عندهم كورونا وما يعرفش يعني لو ما فيش مسحه على محمود علاء وطارق حمد هتلاقيهم في كل الماتشات زي الوحوش، والكورونا جت وراحت من غير ما هم يعرفوا، لولا ان في مسحه والحمد لله طبعا حرص وزاره الشباب واتحاد الكره على المسحه ده مهم جدا جدا جدا، وبالتالي بقى عندهم كورونا ومش موجودين، وبكده يبقى نادي الزمالك هيغيب عنه اتنين مهمين قوي في لقاء القمه يوم الاثنين الجاي. محمود علاء وطارق حامد وعلى الجانب الاخر النادي الاهلي ايضا بالكورونا هيغيب ثلاثه مهمين جدا او خلينا نقول اثنين لان رامي ربيعه لعيب مهم جدا بس ما بيلعبش. فهيبقى اثنين قدام اثنين مع كل اسف طبعا. طبعا هنا مجدي قفشه وعمرو السليه هنا محمود علاء وطارق حامد. ده ناقصه اثنين مهمين قوي وده ناقصه اثنين مهمين قوي. لكن ان شاء الله باذن الله سريعا جدا يعودوا كلهم ان شاء الله للملاعب. كلام فيما يتعلق باوباما بي يعني بيظبطوا معاه الدنيا هيوصلوا معاه لحل وسط ان شاء الله ويكون موجود مع نادي الزمالك، اوباما لعيب جيد ويستحق طبعا تواجد صغير لسه عنده 25 سنه عنصر اساسي موجود في فريق نادي الزمالك. الكلام انه في جلسه تعقد مع اللاعب نهايه هذا الاسبوع للوصول لحل وسط يرضي الطرفين بشان القيمه الماليه والراتب الثانوي بتاع اوباما برضو بقول للاوباما يا اوباما ده, ده ناديك وفرقتك انا عارف ان انت من حقك ان تعدل عقدك لكن برضو لازم يبقى في مراعاه شويه لظروف ناديك الكبير ووجودك في نادي الزمالك ده شيء مهم ليك ومهم ليه ان انت تكبر اسمك في نادي الزمالك